السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. درسنا لهذا اليوم التربية الإسلامية للصف الرابع ابتدائي. وصلنا إلى الدرس الثاني من العقيدة الإسلامية، الإيمان بالملائكة. هنا راح نعرف ما هي الملائكة وما هو دور الملائكة. كان الوقت عصرا وفي حديقة منزلهم الصغير، حيث الأزهار الجميلة وأشجار النارنج البهية، جلست هدى مع عمتها لشرب الشاي. وهناك سألت هدى: عمتي، أعلم أن الله تعالى هو خالق كل شيء، فكيف يدبر الله شؤون هذا الكون الواسع؟ هنا كان سؤال هدى: كيف يدبر الله شؤون هذا الكون الواسع؟ العمة: سؤال جيد عزيزتي، فاسمعي حبيبتي. إن الله تعالى خلق الملائكة من نور، فهي مخلوقات نورانية جميلة لها عقل، تعبد الله ولا تعصيه أبدا، وتسبح بحمده ليل ونهار. وهذه الملائكة تنفذ أوامر الله فورا من دون آخر أو بدون تأخير. إذن هنا عندنا الملائكة. ما هي الملائكة؟ الملائكة هي مخلوقات نورانية جميلة لها عقل، تعبد الله ولا تعصيه أبدا، وتسبح بحمده ليل نهار. وهذه الملائكة تنفذ أوامر الله من دون آخر. إذن هنا السؤال: ما هي الملائكة؟ فجبرائيل عليه السلام هو الملك المكلف بالوحي ونقل كلام الله تعالى والرسالة السماوية إلى الأنبياء عليهم السلام. هنا السؤال الثاني: من هو جبرائيل عليه السلام؟ هنا عندنا السؤال الثاني: من هو جبرائيل عليه السلام؟ جبرائيل هو الملك المكلف بالوحي ونقل كلام الله تعالى ورسالة السماوية إلى الأنبياء عليهم السلام. فكان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. وكل ملك من الملائكة مكلف بمهمة معينة، فهناك ملائكة تسجل أعمالنا، ملك على اليمين وملك على الشمال. ولكل ملك من الملائكة واجب يقوم به بحسب ما أراده الله تعالى، فعلينا عزيزتي أن نؤمن بوجود الملائكة. إذن هناك نوعين من الملائكة تسجل أعمالنا، ملك على اليمين وملك على الشمال. اللي على اليمين تسجل الحسنات، الأعمال الصالحة اللي يقوم بها الإنسان، واللي على الشمال تسجل الأعمال السيئة التي يقوم بها الإنسان. ولكل ملك من الملائكة واجب يقوم به بحسب ما أراده الله تعالى. هذا هو الجواب على سؤال هدى، هو كيف يدبر الله تعالى شؤون هذا الكون طريق هذه الملائكة. هنا السؤال: هل نؤمن بوجود الملائكة؟ نعم، علينا أن نؤمن بوجود الملائكة. هدى: لكن عمتي، إننا لا نراهم. العمة: عزيزتي، إنك عاقلة ولكل عقل تفكرين به، تعرفين به الأشياء، لكنك لا تشاهدين عقلك لأنه لا يرى. إذن لكل إنسان عقل يفكر به، لكن هذا العقل من شوفه بالعين. وكذلك الجاذبية، حين تمسكين بلعبة ثم تفلتينها من يدك تسقط إلى الأرض، قد سقطت بفعل قوة الجاذبية. فالجاذبية قوة تجذب الأشياء إلى الأرض لكننا لا نراها، فالعقل والجاذبية قد أوجدها الله تعالى. فكذلك الكثير من المخلوقات التي لا نراها. الله تعالى خالق الملائكة ولحكمة يريدها الله تعالى نحن لا نراها، لكن وجب علينا الإيمان بها وبوجودها. إذن الملائكة هي مخلوقات نورانية جميلة لها عقل، تعبد الله ولا تعصيه أبدا، تسبح بحمده ليل نهار. وجبرائيل هو الملك المكلف بالوحي ونقل كلام الله تعالى ورسالة السماوية إلى الأنبياء عليهم السلام. فكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. وعلينا أن نؤمن بوجود الملائكة. والملائكة لا نراها، لكن علينا الإيمان بوجودها. نحل المناقشة. هل نرى الملائكة؟ لا نرى الملائكة. من الذي تعرف عن الملائكة؟ هنا نقول الملائكة هي مخلوقات نورانية خلقها الله تعالى من نور، تعبد الله تعالى ولا تعصيه، تسبح بحمده ليلا ونهار. هل يجب علينا الإيمان بالملائكة؟ نعم، علينا الإيمان بالملائكة. كيف تتعبد الملائكة لله عز وجل؟ تسبح بحمده ليل ونهار وتنفذ أوامر الله ولا تعصيه أبدا.
جبرائيل عليه السلام هو الملك المكلف بالوحي ونقل الرسالة السماوية إلى الأنبياء عليهم السلام، وكان يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم. هذا درسنا لهذا اليوم، وبالتوفيق إن شاء الله، مع السلامة.